مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بداية هذه الحلقة في من القاهرة، واللي بتبدأ معكم من الآن وتستمر قرب منتصف ليل القاهرة. دائما النيل الأخبار هي الأقرب إليكم في كل ما يقدم على شاشتها من أخبار وحوارات مختلفة. خلونا نبدأ الجولة الإخبارية لأبرز أحداث اليوم بعد الفاصل. أولى أخبارنا مع تأكيدات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن التدهور المضطرد في التنوع البيولوجي والوتيرة المتسارعة لفقدان الموارد الطبيعية على كوكب الأرض هي نتيجة للتدخل البشري في الحياة الطبيعية، ويحتم على الجميع التحرك بشكل أكثر اتساقا وفعالية لمواجهة هذه التطورات التي تهدد دول العالم كافة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس أمام قمة التنوع البيولوجي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. فإن التدهور المضطرد في التنوع البيولوجي والوتيرة المتسارعة لفقدان الموارد الطبيعية على كوكب الأرض نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية بات يحتم علينا التحرك بشكل أكثر تنسيقا وفاعلية في مواجهة هذه التطورات التي تهدد دولنا كافة وتعمق من الفوارق بين الدول النامية والدول المتقدمة، وتحد من قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوبنا لا سيما في الدول النامية والأقل نموا، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك ظاهرة تغير المناخ وما تمثله من خطر وثيق الصلة بفقدان التنوع البيولوجي. ومن ثم فإننا أمام اختبار حقيقي في علاقتنا مع الطبيعة. أشار السيد الرئيس خلال كلماته أمام قمة التنوع البيولوجي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، أشار سيادته إلى المبادرة الشاملة التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر الأطراف الأربعة للتنوع البيولوجي والذي عقد في شرم الشيخ عام 2018 من خلال تحقيق التكامل بين الاتفاقات المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر. أطلقت مصر خلال هذا المؤتمر مبادرة شاملة تهدف إلى دمج التنوع البيولوجي في القطاعات النوعية المختلفة، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين اتفاقيات ريو الثلاث المعنية بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر. وعملنا بجهد خلال الفترة الماضية مع مختلف الشركاء لدفع هذه المبادرة إلى الأمام، كما تقوم مصر بتفعيل مبادئها من خلال دمج التنوع البيولوجي في قطاعات المحميات الطبيعية والسياحة البيئية على سبيل المثال. أكد السيد الرئيس أن مصر وضعت نظاما فعالا لصون الطبيعة لا سيما نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة لمصر، لافتا إلى أن جائحة كورونا فرضت تحديات جديدة أمام نجاح العمل الدولي متعدد الأطراف وعززت الشعور بالمسؤولية المشتركة إزاء مستقبل الكوكب. وضعت مصر نظم فعالة لصون الطبيعة والبيئة المحيطة بها لا سيما نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة لحضارة تجسدت فيها الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، حيث حرصت مصر دوما وما تزال على استدامة النظم الأيكولوجية لحوض النهر، ولطالما دعت إلى ضرورة تعزيز التعاون العابر للحدود بين دوله بالنظر لكون المياه هي حجر الزاوية في جهودنا للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة. ختاما فلا شك أن جائحة كورونا قد فرضت قيودا وتحديات جديدة أمام نجاح العمل الدولي متعدد الأطراف من ناحية، إلا أنها عززت شعورنا بالمسؤولية المشتركة إزاء مستقبل هذا الكوكب ومصير الأجيال القادمة عليه من ناحية أخرى. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور وحيد إمام أستاذ علوم البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس. دكتور وحيد، حذر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته حول التنوع البيولوجي أمام اجتماعات الأمم المتحدة من سلبية التغيرات المناخية وأهمية العمل بشكل منسق وفعال بين دول العالم. ماذا تفعل الدول والمجتمع الدولي لحماية كوكب الأرض إذن؟ طبعا لو كنا احنا بنتكلم على التغيرات المناخيه فاحنا ما نقدرش نستبعدها ونستبعد تاثيرها على التنوع البيولوجي وعلى عمليه التطهر، لان ارتفاع درجه الحراره على طول بيعني ان في كائنات كتير من بعض النباتات وبعض الحيوانات معرضه للاجهاد الحراري وممكن تموت على طول بسببه. دي واحده، الحاجه الثانيه الارض ممكن في بعض الاماكن زي الدلتا عندنا ممكن تتفتح وبالتالي نباتات كتير ممكن ما تطلعش والزراعات الموجوده عندنا ما تنبتش بشكل كبير، وبالتالي كل ده هيأثر على التنوع البيولوجي. مش بس كده، وهيأثر على الانتاج العام لبعض الدول ومنها طبعا مصر بشكل كبير. اذا كان معالي الرئيس اكد على ان لازم يحصل تحقيق التكامل بين اتفاقيات ريو 3 اللي هي التغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحه التبخر فهو محقق، ووزاره البيئه اما تولت مع معالي الرئيس رئاسه مؤتمر الاطراف الرابع عشر في شرم الشيخ في عام 2018 كانوا جادرين جدا 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 بان هم جادرين بالرئاسه دي حطوا النقاط الأساسية اللي على أساسها الخطة من 2020 ل 2030 في الصين هتعود توضع، وبالفعل كانت مبادرة دمج التنوع البيولوجي في القطاعات النوعية المختلفة اللي مصر اقترحتها ووقفت وراها كانت من أهم المبادرات اللي أخذت بيها الأمم المتحدة ودول العالم كلها. زي ما أشار إن جائحة كورونا علمت الناس وعلمت الامم كلها انها تتعامل مع بعضها في تكامل وتشارك عشان تحل، والجهود المصريه التي بذلت في هذا الصدد. تمام بالظبط كده اهو. فده بالظبط عايز معالي الرئيس اشار انه يجب استثمار ما تم في مكافحه من عمل مشترك في مكافحه هذا المرض الخبيث، في نفس الكلام حمايه التنوع البيولوجي وحمايه الثروات الطبيعيه اللي موجوده عندنا في العالم. انا مش هتكلم على مصر لان احنا بنتكلم على عالم كره ارضيه بما فيها من انسان بما فيها من نبات بما فيها من حيوان، وبالتالي عمليه التكامل اصبحت عمليه هامه جدا دعينا اليها بنكملها. ويمكن اشار كمان الى نهر النيل. نهر النيل من اهم الروافد اللي بيمر في 7 دول، وبالتالي مهم جدا بالنسبه للدول الافريقيه اللي بيمر بيها نهر النيل وحتى اللي ما بيعديش فيها وعندها مصادر مياه تعتمد عليها، مهم جدا بالنسبه لها انها تحافظ على التنوع البيولوجي وعلى الغابات اللي موجوده في المناطق بتاعتها. ويمكن ده اللي خلى معالي الرئيس في 2018 برضك في مؤتمر الاطراف انه على هامش هذا المؤتمر يدعو الدول الافريقيه لعقد مؤتمر كان مؤتمر عالي المستوى او رفيع المستوى بالفعل عشان يقدروا يحطوا خطه افريقيا المشتركه. نعم، ربما الدول الافريقيه وكثير من دول العالم النامي هي الاكثر تضررا من هذه التغيرات البيئيه، لكن هل دول العالم المتقدم التي تقع في موقع مسؤولية أولى عن هذه التغيرات وهذا التلوث الذي يواجه كوكب الأرض، هل هي قادرة على أن تقدم الإعانات والتعويضات الكافية لمحو كل ما يقوم به من آثار سلبية نتيجة هذه التغيرات أو هذه الممارسات التي يقوم بها الإنسان على الأرض؟ الدول ملزمه بموجب الاتفاقيه القديمه والتعديلات اللي موجوده فيها بحاجتين، الحاجه الاولانيه انها توفر الدعم المادي للدول الناميه، وثاني حاجه توفر التكنولوجيا. من خلال التكنولوجيا ومن خلال الدعم المادي ومن خلال التدريب هنقدر نحافظ على الموارد والثروات الطبيعيه، لسبب افريقيا النهارده اصبحت هي السله الاساسيه والمصدر الرئيسي لكل الثروات البيئيه اللي موجوده والثروات الطبيعيه، والعين عليها، العين على افريقيا. احنا شايفين اي جائحه بتيجي بتحصل بتدمر في اوروبا وبتدمر في حتت كثيره في امريكا واسيا، وبالتالي العين كله على انهم ازاي يستثمروا في افريقيا. فاذا كنت هتستثمر في افريقيا فحافظ على الثروات اللي انت ناوي تيجي تخشها وتشاركنا فيها، مفيش مشكله، خلي اهلها يستفادوا ويحافظوا عليها معاك وننميها لصالحنا ولصالح العالم كله. سله الغذاء الاساسيه اللي موجوده في العالم في خلال 30 سنه مش هتبقى موجوده الا عندنا في افريقيا، ودي ميزه من ضمن المزايا. بتعتمد اساسا على ان في تنوع بيولوجي كبير في الانواع والاعداد لكل نوع، وبالتالي اذا استثمرناها والعالم وقف معانا في عمليه الاستثمار، نعم، اعتقد انها هتبقى مهمه جدا. وعشان كده كان مهم جدا ان برضك مصر دعت للحفاظ على الاصول، اصول النباتات واصول الحيوانات. ليه؟ لان مستقبلا هتبقى هي دي المفتاح الاساسي اللي لتجاره عالميه كل يدعي ان هذا الاصل او هذا النبات او هذا الحيوان اللي هيطلعوا منه مشتقات كتير، قد تكون مشتقات معالجات لامراض كتيره موجوده، اساسها هيكون افريقيا. أشكرك دكتور وحيد إمام، أستاذ علوم البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس. كذلك وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في عملية تحديث وتطوير قطاع النقل البحري على نحو يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري يتسق مع محددات الأمن القومي المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع للسيد الرئيس مع لواء أركان حرب وليد أبو المجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، وسيد ياسر هيكل رئيس مجلس إدارة شركة أمون للتوكيلات الملاحية، لاستعراض تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ في مصر. وفي اجتماع آخر مع رئيس هيئة الإمداد والتموين ومدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مزرعة الزهراء للخيول العربية لتصبح النواة الرئيسية للمشروع العالمي مرابط مصر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أركان حرب وليد أبو المجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، والسيد ياسر هيكل رئيس مجلس إدارة شركة أمون للتوكيلات الملاحية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ في مصر. شهد الاجتماع كذلك استعراض الخطوات التنفيذية في هذا الصدد مع هيئات الموانئ الرئيسية في مصر، بكل من الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في منظومة النقل البحري في مصر من الشركات العاملة في الشحن والتفريغ والتوريدات وتداول الحاويات وكبرى التوكيلات الملاحية. وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالإسراع في عملية تحديث وتطوير قطاع النقل البحري على نحو يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري ويتسق مع محددات الأمن القومي المصري، ويساهم في استراتيجية ونهج الدولة لتعزيز حركة التجارة البينية من وإلى مصر، مما يدعم فرص التصدير وتغطية الاحتياجات من المواد الأولية اللازمة لعملية الإنتاج والصناعة، وكذلك يعظم من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وما يربطها مع العديد من التكتلات الإقليمية على مستوى العالم من اتفاقات للتجارة الحرة خاصة في القارة الإفريقية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، واللواء طبيب إسلام ريان مدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، وكل من السيد حمدي سليمان والسيد طارق سليمان رؤساء مجموعات استثمارية متخصصة في مجال تربية وإنتاج الخيل العربي المصري. تناول الاجتماع استعراض جهود الدولة في استعادة الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة وإحياء أنشطتها المصاحبة. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مخطط المشروع العالمي مرابط مصر لتربية وإنتاج الخيل العربي المصري الأصيل والمتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول طبقا للمعايير الدولية، وذلك داخل مساحة خضراء ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية وبالتعاون مع أكبر المطورين العالميين. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالقيام بالدراسة التنفيذية الدقيقة لمشروع مرابط مصر لما له من قيمة مضافة ومردود ثقافي وحضاري وسياحي، وأن تكون مزرعة الزهراء العريقة للخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية للمشروع بعد تطويرها ولامتلاكها أنقى السلالات على مستوى العالم. كما وجه السيد الرئيس بأن يتم دراسة الموقع المناسب للمشروع على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة التي باتت تمتلكها مصر مؤخرا من شبكة طرق ومحاور ومطارات وموانئ وإمدادات، مع تعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمشروع من خلال الشراكة بين إمكانات الدولة والخبرات المتخصصة الناجحة في هذا المجال. بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت الشقيقة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس أعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومة مصر عن أطيب التمنيات بالتوفيق للأمير نواف الصباح في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. كما أكد السيد الرئيس على متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين والتطلع للمزيد من التعاون المثمر القائم بينهما لصالح الشعبين الشقيقين وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، متمنيا لدولة الكويت وشعبها كل تقدم وسلام وازدهار. هذا وقد ورى جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثرى اليوم الأربعاء، حيث تم دفن جثمانه الطاهر بمقابر أسرة آل صباح. واقتصر حضور مراسم دفن الجثمان على حضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وعدد من أفراد أسرة آل صباح وفقا لمتطلبات الصحة والسلامة العامة. وتم تشييع جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مثواه الأخير وسط موكب مهيب من قوات الحرس الأميري عقب انتهاء صلاة الجنازة على جثمان الفقيد. للمزيد من المتابعة حول تولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في الكويت، سمي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والذي يبلغ من العمر 83 عاما وليا للعهد في 2006 بعد إجماع من أفراد العائلة الحاكمة الذين اختاروه لتولي المنصب نظرا لشعبيته داخل الأسرة وصورته كسياسي متواضع يعمل بعيدا عن الأضواء. الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الأمير السادس عشر للكويت، وذلك بعد الإعلان رسميا عن وفاة قائد العمل الإنساني أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد مسيرة حافلة من العطاء والإنجازات على مختلف الأصعدة. ولد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد في 25 يونيو عام 1937 وتولى عدة مناصب مهمة في الكويت قبل أن يصبح أميرا للبلاد. سمي الشيخ نواف البالغ من العمر 83 عاما وليا للعهد عام 2006 بعد إجماع من أفراد العائلة الحاكمة الذين اختاروه لتولي المنصب نظرا لشعبيته داخل الأسرة وصورته كسياسي متواضع يعمل بعيدا عن الأضواء. ولعل أبرز أدوار الشيخ نواف في السلطة تتمثل في أنه كان وزيرا للدفاع عام 1990 قبل أن يتولى وزارة الداخلية ومنصب نائب رئيس الوزراء لمكافحة الإرهاب. وقد بدأ مسيرته المهنية قبل نحو نصف قرن حين عين حاكما لمحافظة حوالي، وفي عام 1988 تولى وزارة الدفاع وعين بعد تحرير الكويت في منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل أن يتولى رئاسة الحرس الوطني في العام 1994. عاد الشيخ نواف للحكومة وزيرا للداخلية عام 2003 وسمي في العام ذاته نائبا لرئيس الوزراء إلى أن أصبح وليا للعهد بعد 3 سنوات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة ندى المطوع أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. دكتورة ندى، خالص التعازي في أمير الإنسانية الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. شكرا لكم. دكتورة ندى، يعني الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الآن يتولى مقاليد الحكم في الكويت، برأيك كيف ستكون الأولويات؟ كيف سيبدأ بالداخل الكويتي في ترتيب الأوراق مرة أخرى لبداية حكم جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا للاستضافة ولكلمات العزاء الطيبة، وطبعا عزي أنفسنا والعالم العربي والإسلامي بهذا المساط بالنسبة لي، وطبعا شكرا لهذا التقرير الجيد الذي يحمل تفاصيل مسيرة الشيخ نواف الأحمد سمو الأمير الحالي. بالنسبة لوضع أو هذا المسار المتوقع، باعتقادي بأنه استمرار لمسار الشيخ صباح الأحمد رحمه الله يعني بتعزيز دور مؤسسات الدولة، سواء كانت المؤسسات الإدارية الحكومية التعليمية السياسة الخارجية. مدارس الفكر ومدارس الإدارة ستستمر على نهج الشيخ صباح الأحمد رحمه الله لما كان له من دور، أولا على المستوى الشخصي كعنصر مؤثر بهذه المؤسسات، ثانيا على العلاقة بين الحكومة والبرلمان. نعم. يعني بفترة تولي صباح الأحمد رئاسة الوزراء أرسى الكثير من النماذج والأنماط الجديدة بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان، وكان منها طبعا احتواء العديد من ما كان يراها البعض بأنها قضايا ومشاكل، ولكن كنا نراها بأنها الخطوات الأولى نحو تعزيز الديمقراطية، بالإضافة طبعا إلى السياسة الخارجية. فمتوقع أن يكون نهج قريب جدا من نهج الشيخ صباح الأحمد. نعم. دكتورة ندى، يعني انتخابات مجلس الأمة الكويتي ربما كانت في خلال أيام أو في شهر قادم، يعني هل هناك من خطط للتأجيل؟ يعني فترة الحداد التي تم إعلانها داخل الكويت هل ستحول دون ترتيب هذه الأوراق فيما يخص مجلس الأمة الكويتية؟ شخصيا ليس لدي علم بأي تأجيل، وقد يكون هذا الوباء العالمي وما له من تداعيات في عامل رئيسي لتحديد عملية اتخاذ القرار. على سبيل المثال الآن بالنسبة للحملات الانتخابية لم يكن هناك أي عقبات بالنسبة لإغلاق المقار الانتخابية أو فتحها بسبب العزاء أو غيرها، لأن اتخذت الكويت قرار عدم الاستعانة بالمقار الانتخابية بسبب تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين. فالآن الحملات الانتخابية تكتفي بالإعلانات الإلكترونية وتكتفي بالترويج عبر السوشيال ميديا، فهذه طبعا لم تتأثر. فحتى الآن المرشحين على قدم وساق، وهذه من السنوات القليلة التي لدينا عدد كبير من المرشحات من النساء، وفعلا يعني مجموعة من النساء فاعلات في هذا المجال لهم خلفية قانونية وخلفية سياسية. فهذه الروح نحو الانتخابات القادمة ما زالت موجودة، وإن كان من المفروض أن تكون هناك مساءلة لرئيس الوزراء، ولكن تنازل النواب عن طرح الثقة نظرا للظروف الحالية، واختارت هذه المجموعة من النواب أن تتنازل عن هذه المساءلات وتقف صفا واحدا خلال هذه الظروف. أشكرك جزيل الشكر دكتورة ندى المطوع أستاذ العلوم السياسية جامعة الكويت. وقف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة دقيقة حدادا على روح فقيد الأمتين العربية والإسلامية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء. جاء ذلك قبيل بدء اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض بعض القضايا. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت في إجراءات تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية ديسمبر القادم. كما شدد مدبولي على سريان إجراءات التصالح في مخالفات البناء بصورة جيدة، مشيرا إلى قرار مد المهلة حتى نهاية أكتوبر، وكذا قرار السماح باستئناف أعمال البناء حتى الطابق الرابع لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء. في سياق آخر أكد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول التي يمكن أن تتعرض لها البلاد خلال الفترة القادمة. صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الحكومة تستعد لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي قريبا في محافظة الأقصر، بعد التأكد من كفاءة وفعالية تطبيق المنظومة قبل إطلاقها على غرار ما تم تنفيذه في محافظة بورسعيد. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. من جهتها أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى ضرورة الاستفادة من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال تطبيق المنظومة في بورسعيد، مشيرة إلى أن تطبيق المنظومة في الأقصر سيكون أفضل في المرحلة التجريبية نظرا للخبرات التي تم اكتسابها خلال الفترة الماضية.